وللحديث أكثر عن التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول القسم في الهيئة في هيئة علماء المسلمين بالعراق الدكتور أيمن العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم، تحية لك وللمشاهدين. حياك الله. بداية دكتور، لماذا برأيكم تتوجه الحكومة إلى قرار غلق المخيمات التي يسكن فيها النازحين وتتم إعادتهم قسرا بأي ثمن؟ أخي الكريم، في البداية حقيقة خالص التعازي لضحايا الزلزال المدمر، أهل يعني لأهلنا في سوريا الحبيبة وتركيا، وخالص الدعاء أيضا للمصابين والجرحى بالشفاء. حقيقة هذا موضوع ملف النازحين، تعلم جنابك البعد الطائفي المقيت الذي تنتهجه حكومات الاحتلال المتعاقبة، يعني واضح جدا. طبعا هنالك موجات نزوح كثيرة حدثت بعد 2003 وموجات تهجير قسري كثيرة جدا، لكن هذه بعد 2014 موجة نزوح كبرى طالت حوالي 1 مليون عائلة، يعني نتحدث هنا عن نحو 6 ملايين شخص مواطن عراقي تم تهجيره. البعد الطائفي أولا، ثانيا الإمعان في الإذلال والتنكيل لأهالي المحافظات المنكوبة. تعلم جنابك أنه هذه المحافظات هي يعني شوكة حقيقة في عين الأعداء، سواء كانوا الاحتلال قوات الاحتلال وهي المتميزة بمقاومة الاحتلال، أو سواء كانوا من يمثل الاحتلال وهي حكوماته المتعاقبة. بالنسبة إلى مدنهم ومناطقهم الأصلية، هل هي مستعدة لاستقبالهم من نواح عدة، أهمها البنيوية الأمنية والاقتصادية وكذلك البنية الصحية؟ هذا أيضا موضوع مهم، يعني يتوقف عليه مصير هؤلاء النازحين. يعني المدن الكبرى مدمرة، حجم الدمار هائل، لا يتم إعمار، يعني نسبة الإعمار لم تتعدى في 2022 15%، وهذا طبعا مؤشر خطير. لم يتم يعني إعادة إعمار سوى جزء من شبكة الطرق، أما بقية البنية التحتية والمرافق الأساسية والخدمات الأساسية هذه كلها معدومة. يعني حقيقة ليست أيضا يعني مسألة لا يمكن السكوت عليها، لكن هذا هو واقع الحال. الخدمات الأساسية بعد مرور سنوات طويلة على انتهاء العمليات العسكرية التي قادتها القوات الحكومية وحلفاؤها، لكن مع ذلك لم يتم أي إعمار يذكر ما عدا كما ذكرت القليل من شبكة الطرق في تلك المحافظات المنكوبة. سيدي الكريم، أنت تعلم أن هنالك الآلاف من النازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطقهم الأصلية، عادوا مرة أخرى إلى النزوح وهجروها مرة أخرى إلى المخيمات أو إلى مخيمات غير نظامية. ما هو الدور الذي تلعبه الميليشيات في هروب النازحين بعد عودتهم إلى مناطقهم؟ هو استفردت الميليشيات الحقيقة على الملف الأمني سيطرة كاملة، يعني حتى القوات الحكومية وجميع على مختلف المسميات هي لا تتجرأ أن تتقدم على الميليشيات. الميليشيات هي المسيطرة، الميليشيات هي المتحكمة، الميليشيات هي التي تستنزف هذه المناطق وتستفيد منها يعني حتى تكسب الأموال الكثيرة من جراء ذلك. هو الحقيقة المشكلة الكبيرة هنا هو يعني غياب مفهوم الدولة، لأنها أصبحت جزء من المشكلة اليوم هذه، يعني لا يمكن الاعتماد عليها. وحتى أهالي كثير من المحافظات المنكوبة في بعض الأحيان وصل الحد إلى التظاهر ضد هذه الميليشيات، لكن مع الأسف الشديد لا يمكن إحقاق الحق في وضع مثل هذا في العراق اليوم، اللي يعني لا يجد المواطن البسيط
ما يضمن حقوقه نعم ويحفظ حمايته. اليوم هو مستباح من قبل هذه الميليشيات، والنازحون طبعا جزء من مكونات الشعب. نعم هنالك الآن أكثر من 400 موقع غير رسمي، تضم هذه المواقع أكثر من 14,000 عائلة نازحة. كيف تجد أوضاع هذا الرقم الضخم من العائلات المسجلة حتى الآن؟ هذه الحقيقة أخي، يعني هي هذه لب المشكلة. يعني الوضع الحالي، وزارة الهجرة والمهجرين لا تعترف بمسؤوليتها تجاه النازحين، وتريد أن حقيقة تتنصل بشكل أو بآخر، وبحجج واهية وبحجج غير واقعية. هنالك توجه أنه هؤلاء يتركون إلى مصيرهم، وبالنتيجة يعني ماذا تريد الحكومات المتعاقبة منذ 2014 إلى اليوم؟ هل المطلوب من هؤلاء أن يعني أين دور الحكومة في ضمان حماية الناس؟ أين دور الحكومة في ضمان توفير الخدمات نعم الأساسية؟ أين دور الحكومة في ضمان توفير فرص العمل؟ كل هذه غائبة بشكل كبير وبشكل ممنهج. حقيقة يراد لهذه يعني سياسة التجويع والتجهيل والإفقار، وكل هذا يسري في المحافظات المنكوبة بشكل واضح جدا. يعني لا يخفى على أحد مع الأسف الشديد. أنت أشرت إلى تساؤلات عدة عن دور الحكومات المتعاقبة من أوضاع النازحين في المخيمات. هنا مكمن السؤال، أن للحكومات في أي دولة تحترم نفسها أن يكون لها دور رعوي إلى أبناء دولتها. أين الدور الرعوي للحكومات بخصوصا القطاع الصحي والإنساني؟ أخي، هو هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر: من دمر المدن التي ومن يعني قضى على سكان تلك المدن في القصف العنيف والقصف العشوائي والقصف المستمر؟ صدقا هؤلاء جميع من التقينا من العائلات النازحة، يعني الجميع بدون استثناء، من دون استثناء، الجميع شدد على أن السبب الرئيس في خروجهم كان القصف العشوائي والعنيف الذي شهدته مناطقهم. طبعا هذا القصف جوي وقصف بري من المدفعية، كله من قبل القوات الحكومية وحلفائها، نعم فهذا يعني السبب الرئيس. فهل تتوقع جنابك يعني المدن التي هدمت والأعداد الكبيرة من المنازل التي دمرت، هذا كله لا تستطيع، يعني لا تنوي الحكومة أن تعيد الإعمار، ولا تستطيع، هي عاجزة حقيقة ومتقاعسة عن هذا الموضوع، لأنها يعني ملف ثانوي إن لم يكن ملفا حقيقة على يعني رف النسيان. على لماذا؟ لأنه الموضوع كما ذكرت هو البعد الطائفي، يزاد عليه الإمعان في التنكيل والإذلال، والعقاب الجماعي لسكان المحافظات المنكوبة، وهذا هو الحاصل حقيقة مع الأسف الشديد. نعم مسؤول القسم الإنساني في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن عاني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الأخبار.